مواطن من غينيا له قصة مع مذهب الحق تختلف عن غيره، فخطوات الانتماء لهذا المذهب لديه أينعت أوراقها مع أيام حياته الأولى بعد أن كان سنيا مالكيا. والقصة تبدأ بحرف الألف. محمد رمضان جالو من غينيا كوناكري. أنا متزوج، عندي ولدين، ودرست إلى ثانوية، حصلت إلى بكالوريا، ثم تركت وسجلت في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قبل استبصار كنت سني في مذهب إمام مالك، فمن هناك انتقلت يعني من مذهب إلى مذهب، من مذهب مالك إلى مذهب أهل البيت، بما أنني رأيت هناك الحق الواضح، الطريق المستقيم، فتشيعت، صرت حاليا شيعي 12. تشيعه أضحى نقطة تغير وتحول في حياته بين حياته السابقة ذات الأسئلة التي لم يجد لها حلا إلى عقيدة المسائل والردود. والكلام يحمل قصصا كثيرة ومؤثرة عن أسئلة وجهت إليه سابقا، أي في سابق إيمانه، وأسفا كانت بلا أجوبة. أقول قبل معرفة هذا المذهب، نعم كنت مؤمن لذاك المذهب، ولكن منذ ما عرفت هذا المذهب وبحثت قليل عنه وشفت أنه مذهب الحق، فتشيعت الأسئلة التي يعني لم أجد جواب عنه سابقا، يعني في أمور كثير، يعني خاصة عند السنة. ولكن تقريبا أنا قبل أن أتشيع كنت أدرس بس لغة فرنسية، وما كنت دارس أمور نقول إسلامي في ذاك المذهب. وسبب لتشيعت يعني عدم علم تقريبا بأمور دينية، لذلك تشيعت. ومن ضمن بعض الأسئلة التي ما كنت أعرفها، يوم من الأيام إجا واحد في هو مسيحي وسألني، قال لي أنت مسلم وأنا مسيحي، وعندي سؤال أريد أن أسألك إياه. قلت له تفضل. فقال لي أنتم لماذا نبيكم كان يمزح كما نحن نمزح مثلا، وبكثرة مزح مع سبحان الله مع النساء وهيك يعني. فإجا جبريل وفتح قلبه وأخذ القلب الذي كان يحب المزح مع البنات هيك يعني. ونحن في ديننا ما كان هيك يعني، نبي عيسى عليه الصلاة والسلام ما كان يمزح مع البنات أو في غير المكان الذي لا يجوز مزح فيه، هو لا يذهب إليه، ولكن أنتم بالعكس. وقبل أن يعني أن تواصل و عن طريق يعني المسلمين أن تعال معنا، يعني بما أن إذا واحد جرح مثلا يده وواحد أبدا لم يجرح يده وأنت تقارن بين عادين تنتين، أكيد تأخذ يعني اليد الذي لم تجرح أبدا. وأنا قلت له أنا ما عندي جواب هلا، ولكن أسأل إن شاء الله لشيوخنا إذا أعطوني جواب
مقني إن شاء الله سأقول لك. ولكن ذهبت قبل التشيع هذا، ذهبت وسألت واحد من الشيوخ، هم قالوا إيه نعم كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح هيك يعني، ويوم من الأيام نزل جبرائيل ووقعه على الأرض وفتح قلبه وأخذ القلب الذي كان يحب المزح كثير. الإبليس كان دائما مع الإبليس، أخذ هذا القلب ومن تلك الفترة لا يمزح. فقلت إذا هيك في شوي يعني إشكالات حول الدين الإسلام، ولكن ما زرت ذاك الأخ وتركته. وفي تلك الأيام ما عندي علم بالنسبة أمور دينية خاصة دين الإسلام. تتوالى الأسئلة بلا حل حتى أضحت هي الدافع الأول نحو الاستبصار، إذ استبصر ودخل إلى المذهب الحق على يد أحد الأفاضل. فيوم من الأيام واحد صديقي قال لي، قلت له وقال لي أنت لازم تراجع واحد من شيوخ الشيعة، هم موجودين في المنطقة اسمه سيمانتيري، احكي القصة لواحد من هؤلاء الشيوخ، هم يعطونك الجواب بالتفاصيل. فذهبت عندهم يوم من الأيام، حكيت سألت واحد، هو قال لي لا 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 أبدا هذا ما صار، نزل جبرائيل وفتح قلب النبي، هذا أبدا ما صار. قلت لون، وهذا الأخ المسيحي قال لي أنه هذا يوجد في كتبكم. وسألت واحد من شيوخنا المالكيون السنيون، هم قالوا إيه نعم صحيح وموجود في كتبنا. وأنتم علماء الشيعة تقولون هذا غير صحيح؟ قال لي أبدا هذا غير صحيح. فحكاني حكاني إلى يعني أقنعني. قلت إذا هيك ما في مشكلة. مباشرة أنا ذهبت راجعت هذا الأخ مسيحي وقلت له أنه هذا ما كان يقوله هو خطأ، يعني كان في خطأ. هو قال لي لا أبدا هذا ليس بخطأ، جاء كتاب مترجم باللغة الفرنسية، بما أنني كنت أعرف لغة فرنسية أراني هذا وقرأته وأخذته عند هذا الشيخ الشيعي. فهذا الشيخ أعطاه التفاصيل بهذه الأمور، ولكن الأخ ما كان مقتنع، هو ذهب. ومن ذاك اليوم دائما أحيانا أنا أراجع هؤلاء الشيخ الشيعي، هو يحكي لي يحكي لي يحكي لي إلى تقريبا قبلت المذهب. عوامل استبصاره كثيرة بدأت تتوالى ببركة محمد وآل محمد على محمد رمضان جاملو، حتى وصل إلى يديه كتاب ثم اهتديت باللغة الفرنسية. قبلا أنا بعد هذا هذه الأمور التي مدى معي مع هذا الأخ الشيعي، فهنما بكثرة تراجع هذا الأخ كمان شيعي، هذا الشيخ الكبير الله يحفظه، فهو قال لي في كتاب اسمه Comment j'ai été guidé en langue française يعني ثم اهتديت. فقال لي اقرأ هذا الكتاب، أعطاني إياه، بدأت أن أقرأ فيه وقرأت فيه، دائما أقرأ فيه إلى هذا الكتاب تأثر يعني علي كثير. دخوله إلى الحوزة العلمية في غينيا حملت بداياته امتحانا صعبا ماديا وسهلا معنويا، والقصة مستمرة. يوم من الأيام جئت عند هذا الشيخ وقلت له أريد أن تسجل في حوزتكم، في حوزة اسمه حوزة أهل البيت في غينيا في سيمانتر، منطقة سيمانتيري. فقال لي ما في مشكلة، أنت لازم الذي يريد أن يسجل يعني يقوم
يقدم امتحان بسيط حيك يعني لكي نشوف إذا نستطيع أن نأخذ أو لا. فقلت له أنا بالنسبة أمور الدينية ما قرأت لا أعرف شيئا، وقال ما في مشكلة، ولكن الأسئلة أن تجيب باللغة الفرنسية ما في إشكال، ولكن إذا عندك رأي وعندك أنت تريد سنفهم أنك أنت مجيد يعني، فإن شاء الله نأخذك. فبعد امتحانات الحمد لله نجحت وبقيت هناك سنة أو سنتين هيك، بعدين دبرت حالي لكي أتي إلى هنا. بعد استبصاره بدأت تتكشف الحقائق، والانطلاقة كانت في حوزة السيدة زينب عليها السلام مع قصص أهل البيت عليهم السلام بدون تزييف كما في السابق، ما دفعه إلى الاهتمام أكثر بالتشيع. يعني دائما كان في واحد مدير الحوزة هو اسمه موسوي، نناديه سيد موسوي، دائما بعد الصلاة يأتي يحكي عن أهل البيت عليهم السلام أو يحكي قصتهم. فشفنا قصة هؤلاء أهل البيت غير قصة هؤلاء أهل الدين عند السنة، في اختلاف كثير. ويقول مثلا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفروض من يكون خليفة؟ إمام علي مو غيره، وعند هؤلاء غيره جاء مثلا أبو بكر. فبالنسبة للمقارنة بين أبو بكر وإمام علي حتى لا نستطيع أن نقارن بينهما، ودائما نحن كنا نفرح حينما كان يحكي لنا قصة أهل البيت عليهم السلام خاصة بالترتيب. فهذا أقنعني لكي أخذ هذا المذهب بالجدية بالجدية، بما أن الحق هناك موجود. شفنا الحق هناك، الحق يعني ظاهرا موجود. تولدت لدى محمد رمضان قناعة أكثر بالتشيع بعد أن اكتشف أن ما ذكر له سابقا عن التشيع وانغلاق الشيعة على أنفسهم كان محض افتراء، وإن الحقيقة أنهم يحاججون كل ذي دين بدينه وشرائعه حسب ما يوفقهم الله إليه. أنا أقول لكل واحد يعني الذي يريد أن يشوف الحق فليراجع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلا يعني يشوف فقط طريق واحد، لا، خلي كمان يفتح كتب الشيعة. فهناك بعضهم يقولون أن لا، الشيعة أبدا لا تشوف كتبهم، تشوف كتبهم مباشرة يشيعونك كأنه في سر يعني في داخل كتبهم، هيك يقولون. حتى لا أحد يعني حتى لا يلمس كتب الشيعة، ولكن كل شيء كان باطل يعني كذابين، كان ما يقولون لو ليس بصحيح. فلذلك بما أن هذا المدير كان يقص لنا قصص أهل البيت عليهم السلام، هذا كمان شجعنا كثير لكي نبقى في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنا أقول للعالم يعني المشكلة أكثر منهم يعني لا يلتفتون يعني ما يقولونه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو حتى النبي، حينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي، خلص هذا يكفينا يعني. فلو كان يلتفتون بهذا الحديث فقط كلهم لا مسكوا طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن بعدم التفات
هذا ما يجري يعني ويسبب مشاكل بين المسلمين. عوامل عديدة مؤثرة عليه دفعته إلى التشيع ماديا ومعنويا. أسماء وأعلام شخصيات، منهم شيخا وقورا شيعيا كان يفسر القرآن الكريم في مسجد بسيط في إفريقيا، إلا أنه كان شخصا مباركا إلى درجة أن الجميع استمع إليه حتى الأعداء. بالنسبة للمحاضرات حاليا، المحاضرات كله مو فقط شخص واحد. هنا في المنطقة الحمد لله حينما جئت وجدت الشيرازيون، الحمد لله هم أهل الحق، هم أهل العلم، ونحن تابعناهم ودائما نحضر قنوات تبعهم وكاسيتات تبعهم وكل شيء. حاليا إذا ما سمينا المحاضرات تبعهم كأننا ما أكلنا يعني، لذلك دائما نستمع كل المحاضرات تبعهم لكي لا يفوتنا شيئا، لكي نقوي أنفسنا كمان إن شاء الله، لكي نكون مثلهم أو حتى قليل منهم إن شاء الله بالنسبة للعلم. فهذا هو. كان في واحد هناك اسمه شيخ أحمد با، دائما في شهر رمضان يأتي في مسجد في حارتي في مسجد يعني هناك، يأتي تفسير القرآن في شهر رمضان، ما شاء الله، كأنه يعني ينزل الوحي حينما كان يقول أو يحكي. فهذا كمان أثر علينا، حتى السنة الذين موجودين، حتى الوهابيون والله العظيم يقولون إذا كل الشيعة مثل هذا الأخ فنقبل كل ما يقولونه، لأنهم لا يعرفون يعني، حتى يقولون الأشياء الأمور كثير حول الشيعة ولكن هكذا يقولون لا يعرفون. فهم الوهابيون كثيرون يأتون ويستمعون ما يقولون هذا الشيخ، وهو إلى الآن موجود، الله يحفظه ويحفظ جميع المسلمين الذين أخذوا هذا المذهب، مذهب أهل البيت 12، وهذا أثر علينا كثير هذا الشيخ. أمنيته كانت أمنية مهدوية خالصة بظهور لإحقاق الحق. نتمنى أن يظهر يعني في أسرع الوقت يعني، لكي يأتي ويصحح هذا الأخطاء يعني، في كثير من الأخطاء عند المسلمين، فإذا جاء هل يكون جيد لكي يصحح هذه الأخطاء ويصحح الأخطاء، ولكي هؤلاء المجرمون يعرفون أنه في الخطأ، لكي يراجعون أخطاءهم، ولنكون يدا بيد، يدا واحدا، لكي ندافع عن الخرب. الخرب هم الذين يسببون بعض المشاكل عندنا عند المسلمين. وإذا جاء إمامنا المهدي عليه الصلاة والسلام أجل الله فرجه تعالى عليه، فيكون جيد جدا. وله أمنية قد يستغربها البعض، خصوصا من ظن بشيعة أهل البيت سوءا أو عاداهم، فهذا الشيعي يتمنى الحق حتى لمن ناصبه العداء، راجيا الخير للجميع. يعني عندي أخ صديقي مو أخ، هو وهابي متشدد، وأتمنى له أن يسوف يعني الحق. بالنسبة لهذا الأخ صديقي، هو وهابي اسمه عبد القادر، وإذا هذا صار لا أكون مسلم لكي لا أجرح قلبه، ولكن يسوف الحق على الأقل يعني، إذا صاف الحق هو كمان يؤثر في بلدنا هناك
وإن شاء الله أكثر من أصدقائنا إن شاء الله يكونون في طريق الحق، وهذا هو المطلوب. وأنا أقول له فقط أن لا يبحث الحق في مكان واحد، لازم يبحث الحق في أماكن. يعني قصدي ماذا؟ ليس في كتبهم فقط يأخذ ويقول هذا هو الحق، لا، خلي يشوف كتب الشيعة كمان، ولو حاليا يأخذ بس يقرأ شوي 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 شوي. ما أقول له أن يترك مذهبته مباشرة دغري هكذا لأجل هذا المذهب، لا، ولكن خلي يراجع هذا كمان. إن شاء الله سوف إما يقوي نفسه بتلك المذهب أو لا، يسوف يقول الحق هنا لكي يمشي على الحق. يعني الرسالة المهدوية هي عنوان للمنتظر، وهنا تفجر الشوق، كلمات عاشق من قلب مرهف شغوف. أنا أقول لإمامنا إمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، نحن صامدين وننتظره، إذا جاء اليوم ننتظره ونقول له أهلا وسهلا لنكون جنوده، لنقاتل يعني جنبه، ونسأله أن يكون واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، الفرج عند الشيعة. الشيعة مظلومين، هو يعرف ذلك، ونسأل الله أن يظهره يعني في أسرع الوقت يعني الممكن، ونقول له ننتظره ونريد أن نكون جنوده إن شاء الله.